السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي شروق عبد المنعم، وهتكلم النهاردة عن New ISATIN Derivative as Antioxidant. البيبر دي اتعملت سنة 2009، والمشتركين في البرزنتيشن دي هم شيرين طه وشروق عبد المنعم وعزة أحمد. في البداية هتكلم على الإستن سنسز، وهو إن بستخدم الأنيلين وبضيف عليه الكلورهيدريت. تاني خطوة بيحصل سايكلايزيشن باستخدام السلفوريك أسيد. طيب الميكانيزم دي بتحصل ازاي؟ بتحصل عن طريق تفاعل الكلورهيدريت مع الهيدروكسيلامين، وبيحصل فقد للمولكيول من المية، وبعد كده بضيف الفينايلامين وبتطلع ال HCl نتيجة لوجود اكسس من الهيدروكسيلامين، وبيحصل هيدروليسيس وبتتكون مجموعة الكيتون، وبعد كده بعمل بروتونيشن باستخدام السلفوليك أسيد فبيحصل السايكلايزيشن، وبعد كده هيحصل نيوكليوفيليك اتاك عن طريق الالكترونز بتاعه النيتروجن، وده بيحصل على الهيدروجن، وبتنزل الالكترونات بتاعه الهيدروجن وبتكون رابطه جديده، وبعد كده هيحصل دي هيدريشن في وجود السلفوريك اسيد، ويحصل هيدروليسيس وتتكون مجموعه كيتون تانية، وبالتالي كده تكون الاستن. الاستن ليه دريفاتيف كتيره، ممكن استخدمها كانتي اوكسيدنت، والبعض الاخر ممكن يستخدم كانتي فايرال ايجنت او انتي كانسر أو Unfermented Activity. في الأول هعرف إيه هي الفري راديكال اللي هشتغل عليها. وهي إن الأكسجين الموجود في الجسم بيكون في صورة بيرز في الطبيعي، ولكن ممكن يحصل السبليتنج ويكون سنجل أتوم، وده بيكون مضر للجسم، بيعمل دامج للسل والبروتين والدي إن إيه، وممكن يوصل إن هو يعمل كانسر. وده بيكون موجود في الأكل والأدوية، وكمان موجود في الهواء. من المركبات اللي بستخدمها كأنتي أوكسيدنت، وهو مركب E3-2 كلورو 3 إندوليل ميثيلين 1-3 داي هيدرو إندول 2 أونز، وده بيتكون من تفاعل الألدهيد مع الأوكسيندول. والمركب ده بيوجد في 3 صور على حسب مجموعات الR والR1 والR2. فإذا كانت مجموعة الR والR2 مجموعة ميثايل والR1 مجموعة هيدروكسيل، فده هيكوني مركب إيه. أما إذا كانت مجموعة R هي مجموعة ميثايل وR1 هيدروكسيل وR2 هيدروجين، فده هيكوني مركب B. أما المركب C بيتكون لما تكون مجموعة الR 4 إيثايل 1 كلورو بنزيل، ومجموعة الR1 هي هيدروكسيل، ومجموعة الR2 بتكون ميثايل. لكن الميكانيزم للثلاث مركبات دول مش معروفة، وهما في الأساس بيستخدموا كأنتي تيومر، ولكن لما اتعملت التجارب عليهم وجدوا أنهم ليهم أنتي أوكسيدنت أكتيفيتي. ممكن أفعل الأنيلين مع البارا أنزيدين، وفي الحالة دي هيتكون الإيمين، وممكن برضو أستخدم 1 مولوكيول من الإستن مع 2 مولوكيول من 2-5 داي ميثوكسي أنيلين، فيحصل فقد ل 2 بروتونز و 1 أكسجين مولوكيول من الأكسجين. التفاعل ده بيحصل عن طريق ان النيتروجين الموجود في الامين هيعمل نيوكليوفيليك اتاك على السي 3 في الازيدين، ويتكون المركب رقم 8، لكن ده مش بقدر اعمل له ايزوليشن، فهيتكون على طول 3-3 بس 4 امينو 2-5 داي ميثوكسي فينايل 1-3 داي هيدرو اندول 2 اون، وده المركب 9. ممكن استبدل الازيدين بان اسيتايل ازيدين وافعله برضو مع 2-5 داي ميثوكسي انيلين، وفي الحالة دي هيتكون المركب 11، وهو 2-2 أسيتاميدو فينايل N2-5 داي ميثوكسي فينايل N أوكسو أسيتاميد. ووجدوا أن استخدام الأنتي أوكسيدنت مع الكيموثيرابيوتيك دراج بيقللوا من التوكسيستي بتاعة الدراج دي. عشان أفسر الأنتي أوكسيدنت أكتيفيتي للمركبات 3A و B و C والمركب 9 والمركب 11 هستخدم طريقتين. اول طريقه هي البريز ريشر اوسيليتنج رياكشن ميثود، ودي بشتغل في اسيد ميديوم اللي بيكون شبه الجاستريك فلويد في جسم الانسان. الطريقه الثانيه هي ترولوكس ايكويفالنت انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، وده بشتغل في البي اتش بتساوي 7.4، ودي بتكون شبه البي اتش بتاعه البلط. الجدول اللي قدامي ده بيوضح الانتي اوكسيدنت اكتيفيتي لكل مركب في الوسطين دول. تاني خانة بتكون فيها الاختصار RAC، وده معناه Relative Antioxidant Capacity، وده بجيبه عن طريق متوسط 3 قياسات على الأقل من تركيزات مختلفة، والستاندرد هنا بيكون Resorcinol. الاختصار التاني اللي هو TEAC معناه Trolox Equivalent Antioxidant Capacity،
وهنا بستخدم الستاندرد بيكون الترولوكس. لما بص في الاول على خانه ال RAC في الاسيد ميديم هلاحظ ان مركبين 3A و 3B ليهم نتائج عاليه نسبيا كانتي اوكسيدنت اكتيفيتي، بيشبهوا الكاتيكن في التاثير، وده موجود في الشاي الاخضر. اما المركب 3C فتاثيره شبه منعدم، وده بسبب تداخل مع مركبات تانية في البريز ريشر ميثود قبل ما يتفاعل الفينول مع الهيدروبيروكسيل راديكال. ولكن لما بشوف الخانة التالتة بتاعة ترولوكس اللي هو البي اتش 7.4 هلاقي ان المركبين 3A و3B تأثيرهم كويس نسبيا، مشابهين للألفا توكفيرول، بس مش زي تأثيرهم المركبين دول في الأسيد ميديم. ولو قارنا تأثير المركب 3A في الوسطين هنلاقي ان هو أحسن من 3B، وده بسبب وجود مجموعة الميسايل في الوضع أرسو بالنسبة للهيدروكسيل، وده بيقلل الانثالبي بوند فبيقدر يشتغل كسكافنجر أحسن من وجود الهيدروجين في الأرسو. أما لما نشوف المركب 9 هنلاقي إن تأثيره بيكون متوسط في الأسيد ميديم وفي البي اتش لما بتكون 7.4. أما المركب 11 يكون تأثيره منعدم في الوسطين. أنا أفسر الميكانيزم اللي بشتغل بيها، وعشان أفسر الميكانيزم اللي بيشتغل بيها الانهيبيتور في البريز ريشر ميثود هستخدم ميكانيزم جديدة اسمها الـ FCA موديل، ودي بتعتمد على الهيدروبيروكسيل راديكال كمصدر الاضطرابات اللي بيعملها الفري راديكال في الاوستيليشن. وعشان اقدر استخدم الاف سي اي موديل لازم اعمل سيميليشن للفري راديكال سكافنجر، وفي الحاله دي هستخدم المركب 3 اي. عشان اعمل السيميليشن ده في خطوتين، اول خطوه وهي خطوه الانهيبيشن عن طريق استخدام مجموعه الفينول الموجوده في المركب 3 اي كانهيبيتور وافعالها مع الهيدروبيروكسيل، فيحصل ايه؟ فيحصل انتقال للهيدروجين من الفينول ويتفاعل مع الهيدروبيروكسيد وهيكون لي H2O2، وكمان هيتكون الايروكسيل راديكال، وده ممكن يتفاعل مع ايروكسيل مركب ايروكسيل زيه، او ممكن يتفاعل مع اكسجين ويكون مركب ستيبل. الخطوه الثانيه بيحصل فيرست اوردر ديجريديشن للفينول وبيتكون ان سبيسيفيك برودكت، وده عن طريق الاكسديشن اللي بتحصل عن طريق الاسيد ايوديت. بيظهر تاثير الفري راديكال سكافنجر عن طريق الاضطرابات اللي كانت بتعملها الفري راديكال بتتحول وتظهر في صورة خط مستقيم، وده بسبب تأثير الفري راديكال سكافنجر. الجدول اللي قدامي ده بيوضح الوقت اللي أخدته كل من السيميوليتد انهيبيتور اللي هي بتعبر عنها النتائج الاكسبرمنتال، والنتائج الكالكوليتد اللي اتحسبت باستخدام التيبيكال بي ار ميكسشر اللي بستخدم برضو فيها المركب الـ 3A. وبلاحظ ان الوقت اللي بياخدوه الاثنين بيكون متقارب جدا، على الرغم من استخدمت برضو تركيزات مختلفة من 3A، وفي كل تركيز بلاقي ان النتائج متقاربة جدا. وبرضو استخدمت المركب 9 وعملت simulated inhibitor، ولكن حصل تغيير بسيط في خطوة الانهيبيشن، وهو بان بستخدم مجموعة الميسوكسي بدل مجموعة الهيدروكسيل، فيحصل انتقال لمجموعة الميسايل وتتفاعل مع الهيدروبيروكسيل، لكن خطوة الديجراديشن بتفضل زي ما هي. وبرضو هقارن الوقت اللي اخده السيميليتد انهيبيتور اللي هي بتعبر عنها نتائج الاكسبرمنتال ونتائج الكالكوليتد، وهلاقي ان الوقت اللي اخدوه هما الاثنين متقارب جدا، وده هيدل على نجاح السيميليتد انهيبيتور كفري راديكال سكافنجر. الكونكلوجن في النهايه هستنتج ان المركبات 3A و3B و3C والمركب 9 بيعتبروا جود انتي اوكسيدنت، وده بسبب وجود الفينوليك هيدروكسيل اللي هو موجود في 3A و B و C، او موجود الفينوليك ميسوكسيدال زي الموجود في المركب 9، ودول اللي بيتفاعلوا مع الهيدروبيروكسيل وبيشتغلوا كانتي اوكسيدنت اكتيفيتي. وشكرا.